احنا النهاردة هنسهر مع الكون وألغازه. الكون عرضه 15 مليار سنة ضوئية، وعمره 15 مليار سنة زمنية. في فرق بين السنة الضوئية والسنة الزمنية. السنة الزمنية ده مقياس للزمن، إنما السنة الضوئية دي وحدة مسافة. عشان تعرفوا السنة الضوئية دي طولها قد إيه، هقول لكم. الثانية الضوئية طولها 300,000 كيلومتر، دي الثانية. فعشان نعرف السنة الضوئية طولها قد إيه، هتضرب بقى 300,000 في 60 في 60 في 24 في 30 في 12، يطلع لنا 3 وقدامها 14 صفر. وبعدين نرجع نضرب تاني في 15,000 مليون اللي هي 15 مليون، فتطلع لنا رقم قدامه 25 صفر. شوفوا بقى قد ايه، رقم قدامه 25 صفر كيلو متر. ده عرض الكون. شوف لما ربنا يقول جنة عرضها السماوات والأرض، تبقى جنة ايه دي؟ ادي العرض ده وشفناه، عرض السماوات والأرض شفناه بالمقياس الفلكي، رقم قدامه 25 صفر. عمره بقى الكون عمره ممتد في الزمان لأزل على بعد 15 مليار سنة من السنوات بتوعنا. ابتدى ازاي؟ اكثر النظريات قبولا بتقول انه ابتدى على شكل قبضة. هذه القبضة انفجرت، ده الانفجار الاول اللي بيسموه بيج بانج، اللي هي كانت شاملة لكل مادة الكون بقى. فشوف بقى مادة الكون دي كلها لما تبقى في قبضة، تبقى قبضة ايه دي؟ تبقى مادة، دي حاجة غير المادة طبعا، شيء ما نعرفوش، وتحولت الى سديم ودخان لا نهائي بالعرض الفظيع اللي شفناه ده. وبعدين على مدى ملايين السنين ابتدى هذا السديم يتكثف الى نجوم وكواكب وشموس ومجرات، اللي هو الكون اللي احنا شايفينه. فالكون لسه منطلق في الاقطار الاربعة، عمال يتمدد، لكن في نفس الوقت في قوة تانية بتشده لجوه، اللي هي قوة الجاذبية. وفي توازن بين القوتين هو اللي مدينا الشكل الحالي لعمارة الكون. فواضح جدا ان في توازن هو اللي حاكم شكل العمارة الكونية، وان ماسك كل العمارة دي كلها قوة الجاذبية. لو قوة الجاذبية او الجرافيتي انفردت بالكون، هتروح كمشاه فينهار لجوه كله ويتهرس تماما ويتحول الى ثقب اسود، يعني يرجع قبضة زي ما ابتدى الاول. أما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وفي آية أخرى عن يوم القيامة الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. آية ثانية يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وآية ثانية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. آيات كلها ترمز إلى إن الجاذبية دي قوة من القوة الإلهية، وطبعا لأنها دي قوة عظمى، القوة اللي ماسكة الكون ده كله وماسكة العمارة الكونية دي كلها، وتمنحها إنها تنهار. لو انفردت قوة الجاذبية بالعمارة الكونية، هتنهار العمارة كلها إلى الداخل وتتهرس وتبقى ثقب أسود. حكاية الثقب الأسود دي من الحكايات العجيبة في الفلك، من ضمن الألغاز العجيبة في الفلك. ايه حكاية الثقب الاسود دي؟ يقول لك الثقب الاسود ده بيبقى بحجم ملعب كرة. الثقب الاسود ده هو نهاية وافق معلوماتنا اللي ما يقدرش نوصل لايه اللي بيحصل فيه بالظبط، فبيسموه event horizon. الثقب الاسود ده بيتوقف فيه الزمن وتختفي جميع القوانين اللي نعرفها. يقول لك اسود ليه اسود؟ لان من شدة جاذبيته وتعاظم كتلته الضوء اللي بيطلع منه ما يقدرش يطلع، من شدة جاذبيته بيشد الضوء فما يطلعش، فتكون النتيجة انه ما يوصلناش منه ضوء فيبقى اسود. فهو نهاية افق معلوماتنا. ايه الثقب الاسود؟ علمت تفهم قد كده، لان ده نهاية معلوماتنا. event horizon بيقول لك ان الزمن يتجمد، ان الضوء يسجن، ان جميع القوانين تختفي. طبعا ده كله نتيجة ايه؟ نتيجة ان القوة الجاذبية دي او جرافيتي قوة رهيبة. وبالرغم من ان قوة الجاذبية هي من اكبر واعظم القوى الفلكية،
بالمقياس الفلكي، لكن على الأرض هنا لما نيجي نقيسها نلاقيها أصغر قوة. لما جه هنري كافندش وقاس القوة دي اللي قوة التجاذب بين جسمين، فلقى إنها تساوي 1/1,000,000 من الجرام على البوصة المربعة، حاجة طبعا تافهة جدا. فدي معناها إن يعني ربنا اعتنى جدا بحكاية صناعة اللبنات دي، لأن الذرة هي اللبنة اللي بعد كده بنبني منها كل شيء، العناصر وكل الحاجات دي. وكمان حاجة تانية، إن ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الذرة هو في الواقع حزم حزمة من الطاقة، باكت الطاقة، فكان لابد إن هي تتحزم بالشكل ده. وعشان كده شوف لما الذرة بتنفجر بيطلع طاقة قد إيه. بالعكس احنا عندنا فكرتنا عن هذه الجاذبية غامضة جدا، وهي مزيج من الأحاجي والألغاز والأسرار. لما جه نيوتن وشاف التفاحة بتقع على الأرض وقعد يحسب حسابات الجاذبية بتاعته، برضو ما قالناش الجاذبية دي تبقى ايه وبتشتغل ازاي، لكن هو عمل حسابات بس، قالك ان كل جسمين، اي جسمين على الأرض بيبقى فيه بينهم قوة جذب، هذه القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة، وده المعروف بقانون نيوتن في الجاذبية، لكن ما قالناش ايه هي الجاذبية دي وما عرفش هي ايه. ايضا في سؤال ما قدرش نيوتن يجاوب عليه، ان الملاحظ ان جميع الاجسام اذا وقعت من فوق من بلكونة مثلا نلاقي التقيل زي الخفيف ينزل للارض بسرعة واحدة، شاكوش وقلم رصاص ارميهم من فوق البلكونة تلاقيهم يوصلوا الارض في لحظة واحدة وينزلوا بسرعة واحدة، مع ان مش مفهومة دي، المفروض كان الشاكوش ينزل اسرع. جربوها على برج بيزا المائل، برضو رموا حاجات من فوق نزلت بسرعة واحدة، الخفيف زي التقيل، زلطة قد كده زي حصوة قد كده، بالرغم من الفرق الكبير في الكتلة. محدش قدر يجاوب على الحكاية دي، لغز، لغاية ما جه اينشتاين وقال لك لا دي بسيطة، ده الحقيقة انتوا قاعدين تحسبوا الكتلة وما الكتلة، مع ان دي ملهاش علاقة بسرعة الايه الوقوع او السقوط، ده الحاجة بتسقط على الارض نتيجة ان الفراغ اللي حوالين الارض فيه انحناء، بحيث ان مفيش مفر لاي كتلة نازلة الا انها تسقط في الانحناء ده، فتتساوى سرعات جميع الاجسام لانها تتوقف على هذا الانحناء الفضائي او الفراغي، فينزلوا يوصلوا الارض كلها في وقت واحد. وقال لك ده مش الاجسام بس، ده الاشعة النجوم اللي جاينا من ورا الشمس بتيجي عند الشمس، هذه الاشعة اللي هي الاشعة الضوئية، وتقع في المنحنى الفراغي اللي حوالين الشمس فينحني الشعاع، مع ان الشعاع عندنا في علم الضوء ما يصحش ينحني ابدا، ده يمشي كده زي السيف. لا، اينشتاين قالك لا، وانا حاسبت الحكاية دي واثبتها طبعا في الخسوف، والزاوية اللي تنبأ بيها طلعت مظبوطة، والشعاع فعلا يجي من ورا من عند النجوم، ولما يحصل الشمس يقع في الايه في الايه الانحناء المنحنى الفراغي اللي حوالين الشمس وينحني. معناها بقى ايه؟ ان في الكون كله الفضاء الواسع ده نتيجة وجود الاجسام التقيلة بيحصل، الاجسام اللي هي زي المجرات والنجوم والشموس ومش عارف ايه، الفراغ نفسه بينحني حواليها، والنتيجة ان اللي حاصل لما تطلع للفضاء تلاقي شوارع ملتفة، ما تلاقيش شارع دغري، تلاقي الكواكب بتمشي في مسارات بيضاوية، واي شيء ترميه خارج الارض تلاقيه يلف يدور حوالين الارض، ما فيش حاجة اسمها يمشي في خط مستقيم، خط مستقيم فين؟ مدام الفضاء بينحني على الاجسام، فاذا ما فيش مفر غير ان تبقى المسارات كلها منحنية. يبقى عشان تيجي تطلع كده تصعد في السماء تبقى كلمة الصعود دي غلط، مفيش الا كلمة واحدة اللي زي القرآن قالها، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ربنا اختار كلمة تعرج، ما قالش تصعد وما قالش ترتفع، قال تعرج. ليه؟ لان المسار التفافي كله، عشان تيجي تطلع من اي جرم وتطلع في السماء لازم تعرج، يعني تطلع في مسار حلزوني، طريقة ملتفة. اتضح ان ده مظبوط، والتعبير القرآني دقيق، دقة فلكية، مش بس دقة لفظية، دقة فلكية. فكل الممرات عبارة عن طرق ملتفة. حاجات الثقب الأزود دي حاجة تجنن، يعني من ضمن الحاجات الفلكية الغريبة اللي عمالين يحكوا عنها روايات. وعموما مسألة الجرافيتي فيلد دلوقتي كل الدول يعني غرقانة في الأبحاث عن الجرافيتي فيلد أو اللغز بتاع الجاذبية نفسه، وفي سبق دولي سري بين الدول في هذه الأبحاث الخطيرة، كلهم بيحاولوا يسخروا هذه القوة
والمفاعلات الذرية سخرنا الطاقة الذرية، طب ليه ما نسخرش طاقة المجال الجاذبي؟ قال لك ليه بقى؟ قال لك لأنها طاقة فظيعة جدا. أنت شفت المركبة الفضائية اللي رايحة اللي راحت لأورانوس وطلعت على نبتون ماشية بسرعة كام؟ 90,000 كيلومتر في الساعة، بسرعة ذاتية من غير وقود، من غير بنزين ولا بخار ولا حاجة، بالقوة الدفع بتاعة المجال الجاذبي. هو هيتحكم في أعظم قوة، والدولة اللي هتسبقها هتحكم العالم بقى. وزي ما قلنا وزي ما بكرر دايما، ان في يا اخواني 4 علوم هتصنع مستقبل الانسان في السنوات القليلة اللي جاية. العلوم دي هي كرايوجينكس او علوم التبريد، اللي هتدي فرصة لحفظ الحياة لأمات طويلة في التلاجات، وعلم جرافيتي فيلد انرجي اللي هو هيكون وسيلتنا الى صناعة الاطباق الطائرة وامتلاك السرع الفلكية، اللي هي هتخلينا نفتح استعمار جديد ومملكة جديدة اسمها الكون الفلكي العظيم. وعلم البايو انجينيرينج او الهندسة الوراثية اللي هيتحكم في السلالات، وعلم السوبر كوندكتورز اللي هي علم السبائك اللي بيصل علينا اسلاك عجيبة ممكن تطلق مارد الكهرباء، فيبقى فيه كهرباء مجانية نستعملها زي ما احنا عاوزين. وقلنا ان من غير العلوم الاربعة دي مش ممكن اي دولة هتخش القرن 21. الحضارة اللي جاية مش هنقدر نخشها عن طريق مباريات الكرة والأغاني والباليه والكلام ده، مفيش إلا مفتاح واحد وهو العلم. ده اللي حيبقى سيد العالم هو اللي معاه مفتاح العلم، مش حكاية يلعب عقلة متوازيين ولا ياخد جون كرة، ده كلام ما راح ولا جه. والعلوم دي بالذات مهما اتكلفت، العلم يحتاج لحرية وبحوث وميزانيات واقتصاد قوي. العلم هو الأربع مفاتيح اللي حكيت عنهم دي.